بسم الله الرحمن الرحيم. استمرارا لسلسلة التمارين حول كيفية إنجاز المبيانات، غادي نحاولوا اليوم نشتغلوا على إنجاز مبيان بقطاعي باعتماد نصف دائرة. إذن قلنا بأن نختار المبيان القطاعي في حالة واحدة إذا كانت المعطيات متجانسة. تقدر تكون المعطيات تمثل 100%، وتقدر تكون المعطيات أرقام مطلقة كنحولها النسب المئويه. بحال في هذه الحاله عندنا تلاميذ المغرب ابتدائي والاعدادي والتاهيلي، وعدد التلاميذ ارقام مطلقه وليست نسب مئويه. في هذه الحاله غادي نحولوا هذه الارقام المطلقه الى نسب مئويه، عاد من بعد نحولها الى درجات الى نصف دائره. اذا اول حاجه خصنا نديروها هو نحولوا الارقام المطلقه الى النسب المئويه، وبالتالي غادي نزيدوا هنا جوج ديال الخانات في هذا الجدول عندكم. غادي تزيدوها ملي كتكونوا تخدموا اما في اوراق ديال الوسخ ديالكم ولا، وغادي نديروا خانه خاصه بالنسبه المئويه وخانه خاصه بالدرجات، وغادي نمثلوا نصف دائره 180. اذا اول حاجه باش نحولوا النسب الارقام الى نسب مئويه هو خصنا نديرو الطريقه ثلاثيه. كناخذو هذا الرقم اكبر، هذا الرقم اللي عندنا في الجدول، تنقسموه على المجموع وكنضربوه في 100. كنديرو 3,884,600,000 مضروبه في النسبه المئويه اللي بغينا نحولوها هي 100%، مقسوم على المجموع اللي هو 5,513,000. كنلقاو النتيجة هي 70.46%. إذا أنت ما هذا الرقم من بعد الفاصلة كتزولو، إلا كان أقل من 5 كتحي تزولو، كان فوق كتنقص، وإلا كان أكثر من 5 كتزيد. إذا يساوي تقريبا 70، لان عندنا 46 هي اقل من 50. اذا هذه الرقم الاول، وكتمشي للجدول ديالك وكتحط هذه النسبه ديال 70%. ثم الثاني كتاخذ هذا الرقم وتضربه في 100 وكتقسمه على المجموع، كيعطينا 19.91، يعني قريبه من 20، كدير 20%. كتاخذ الرقم الثالث 530,700 مضروبة في 100 مقسومة على المجموع، كتعطيك 9.62، كأكثر من 5 يعني 0.62، وبالتالي كتدير 10%. المجموع خصو يساوي 100%. هذه الأولى. دابا النسب المئوية عندنا ملي كنحسبو المجموع كنلقاو 100%. شنو كنديرو من بعد؟ من بعد ما حسبنا النسب المئوية كنحولو للدرجات كما درنا بالنسبة للدائرة. كدير ايضا الطريقه الثلاثيه، كتاخذ 70 مضروبه في 180 مقسومه على المجموع اللي هو 100%، بالطريقه الثلاثيه. كيفاش درنا الطريقه الثلاثيه؟ عندنا 100% غادي تقابلها 180 درجه، كدير 100% تقابلها 180 درجه، وعندك هاد 70% اللي في الجدول، 70% تقابلها إكس، كدير إكس بالطريقة الثلاثية، هادي مضروبة في هادي مقسومة على 100، إكس تساوي 180 مضروبة في 70 مقسومة على 100%. كتختزل بالصفر الأول كيمشي الصفر الأول، كتختزل بالصفر الثاني كيمشي الصفر الثاني، 180 على 100 كتولي هي 1.8. إذن إكس تساوي 1.8 مضروبة في 70. إذن أنت دائما بلا ما تبقى دير الطريقة الثلاثية، دائما حيت تبغي تمثل بنصف دائرة غادي تضرب في 1.8. إذن 70 مضروبة في 1.8، وغادي تمشي للجدول وتحطها هي 126، ثم 20 مضروبة في 1.8 كتعطي لنا 36، ثم 10 مضروبة في 1.8 كتعطي لنا 18، المجموع هو 108. إذا بعد ما حسبنا
النسب او الدرجات اللي عندنا، غادي ننتقلوا مباشره للتمثيل. كناخذوا واحد مسطره وكنمثلوا فيها واحد القطعه، وكنقسموها الى نصفين، هذه فيها 8 سنتيم، المنتصف ديالها هو 4. اذا كتكون هي الى نصفين باش نحدو الشعاع ديال نصف دائره، وكتاخذ البركار وكنمثلو نصف دائره، وكنبداو في وضع العناصر اللي حددنا. اذا العنصر الاول عندنا هو 126، كنحطو المنقله. طريقه وضع المنقله كتكون هذا الخط ديال المركز ديال المنقله مع مركز الدائره، نصف الدائره اللي رسمتي، وصفر ديال الدائره مع الجانب ديال الشعاع ديال الدائره، نصف دائره. اذا المركز مع المركز والصفر مع الصفر، وكنحدو 126 ديال هم 90، 100، 110، 120، 130، 125، 126. هاد شنو هنايا، وكنمثلوها بواسطة المسطرة. وكنعطيوها ملي كنساليو لون، وكنمشيو للمفتاح، وكنعطيو داك اللون اللي عطيناه كنكتبوه، وكنكتبو النساء شنو كتمثل. كتمثل تلاميذ الابتدائي، كنديرو هنا الابتدائي، وسطها كنكتبو النسبة المئوية، ما كنكتبوش درجة 126، كنكتبو النسبة المئوية هي 70%. ثم كنتقلو للتمثيل المعطى الثاني اللي هو 36%، وكنعتبرو بأن هاد النقطة فاش سالينا هي الصفر. كتعاود تاخذ المنقله، كتحط المركز ديالها مع الدائره والصفر مع الخط اللي رسمتي ديال القطاع الاول التالي، وكنحدو 36، 10، 20، 30، 35، 36. كتبت لها بواسطه المسطره ديال، وكتعطيها لون. كنمشيو للمفتاح، داك نكتبو اللون، نكتبو المعنى ديالو، يعني تلاميذ الإعدادي. ثم ما تبقى يبقى لتلاميذ الثانوي التأهيلي المتبقي، فنكتبو بدا التلاميذ وسطو هنا 20% ديال الإبتدائي، وبقات الثانوي التأهيلي 10%. وكنمشيو للمفتاح وكنحطوها، ومن بعد فاش كتبنا جميع، حددنا جميع العناصر، كنديرو العنوان في الاعلى، وكنديرو المصدر. العنوان هو العنوان ديال جدول توزيع التلاميذ بالمغرب، وكنديرو المصدر. المصدر هو مناش خدينا المعطيات، هو اللي كيكون دائما اسفل الجدول. والمفتاح عندنا، وكنديرو اطار. وفي الاخير كيجينا الميديان بحال هذا الشكل. العنوان ضروري من عناصر الميديان، ضروري في الاعلى يكون في الاعلى، المفتاح حطو في الاسفل ولا في الجانب، والمصدر في الاسفل، والاطار باش يكون الميديان عنده واحد الجماليه وباش يكون مقروء.